واضح أن مخرجات الحوار الاستراتيجي كانت توافقية وكانت وفق حسابات المنطق، حيث أن العراق لم يعد بحاجة ماسة إلى قوى قتالية، ليس بحاجة إلى الكوماندوز الأمريكي للقتال على الأرض. نحن نعلم أن إمكانيات الجيش العراقي والقوى الأمنية بالإضافة إلى العدد ما يقارب 1.5 مليون منتصب، هناك خبرة وهناك مهنية في محاربة الإرهاب وداعش. إنما الحاجة الأساسية، وهذا ما أكد عليه السيد الكاظمي ومن ثم القوات المسلحة والقيادات العسكرية والأمنية، هي التي تحدد ماهية العلاقة مع الجانب الأمريكي، ليس لأي جهة أخرى سواء كانت قوات برلمانية أو حزب سياسي أو فصيل مسلح أن يحدد هذه الماهية، لأن هذه تتطلب نتائج في محاربة داعش وفي القضاء على الإرهاب في العراق، لكي تتوفر البيئة الآمنة والسلم المجتمعي للعراق وللشعب العراقي. إذن تم الاتفاق على إبقاء قوات استخباراتية، أي لتزويد العراق في المعلومة الاستخباراتية لما تتمتع به واشنطن من إمكانيات هائلة في هذا المجال، كونها تمتلك الأقمار الصناعية، المجسات، التكنولوجيا الحديثة، وطبعا التدريب والاستشارة والدعم اللوجستي، ومن ثم القوة الجوية الساندة إلى العمليات العسكرية الأرضية. هذه العوامل التي يحتاجها الجيش العراقي والمؤسسة الأمنية العراقية حقيقة هي تصب في مصلحة الجميع، في مصلحة العراق، في مصلحة المنطقة لمحاربة داعش. نحن نعلم أن داعش ليس تنظيم محلي في العراق ممكن للجهد العسكري الأمني والاستخباراتي أن يقضي عليه، لأنه يضرب في جميع أنحاء العالم. ومن ثم لابد لأمريكا أن تتفهم أن هناك إشكالية في الواقع السياسي العراقي، هناك فصائل مسلحة لا تزال تستعمل الكاتيوشا والمسيرات والجراد، سواء ضد السفارة الأمريكية أو ضد المصالح الأمريكية في العراق. هذا يشكل حرجا للحكومة العراقية. طيب أستاذ معن، تتفهم هذا الوضع. أرحب بك من جديد في هذه النشرة. ويعني وعلى ذكر الفصائل المسلحة، كما قلت هناك فصائل مسلحة يعني رفضت بقاء المدربين والمستشارين الأمريكيين، بالمقابل الحكومة يعني أكدت الحاجة لهم لتطوير مهارات القوات العراقية. بالتالي هذا الأمر هل يؤشر إلى تصعيد مستمر لنهاية هذا العام؟ هذا سيدتي تساؤل صحيح، لأن كنت سأعرج عليه. هناك فصائل رافضة لأي تعاون أمريكي حتى على صعيد المعلومة الاستخباراتية والتدريب والاستشارة وإلى آخره، وبل أعتقد هناك فصائل تتمنى أن نقطع العلاقة، أن العراق يقطع العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. عليه أنا قلت أن أمريكا تفهم الواقع العراقي وليس بحاجة لتوضيح، لأنها هي جزء من الواقع العراقي طبعا، وبالتالي أعطت السيد الكاظمي فسحة من النصر، فسحة من تحقيق المطالب، فسحة من أن يعود من واشنطن بمكاسب حققها يستطيع أن يتحدث بها، بأنه جرى تحديد سقف زمني لخروج القوات المسلحة المقاتلة الأمريكية من العراق، وبالتالي هذا يعد مطلبا. أما في العلاقات الأخرى كما ذكرنا، فهذا تابع إلى تطور الوضع الأمني، وطبعا هناك عوامل أخرى ضاغطة في هذا المجال لا بد من ذكرها، هو الحوار الأمريكي الأوروبي الإيراني 4+1 في فيينا جاري الآن، حول مسألة رفع العقوبات عن إيران والاتفاق العودة إلى الاتفاق النووي. إذا ما سارت هذه المفاوضات في الاتجاه الصحيح وحققت إيران مكاسبها، حتما سيكون هناك ضغط من الجانب الإيراني على الفصائل المسلحة الموالية لإيران. طيب. وستهدأ الأوضاع. أما في حال تعقد المشهد، أعتقد أن الأمر ليس في صالح نجاح هذه المخرجات التي تم. ولكن أستاذ معن، أنت تدرك جيدا بأنه حتى طهران كانت قد تحدثت فيما مضى بأن بعض الفصائل هي منفلتة ولا تنصاع
لا لإرادتها ولا حتى لتوجيهاتها. ومن ذلك ما كشفته مصادر بأن قاآني زار اليوم العاصمة بغداد، بمعنى أن طهران أيضا تعد العدة لما سيجري مستقبلا. هل هذا يؤكد بأن هذه الفصائل أو من يرفض التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، هل يؤكد بأنه لا ينطلق من مبدأ وطني ولا حتى ديني إن صح التعبير، بقدر ما هو انصياع لإرادات خارجية؟ الحكومة العراقية هي المسؤول الأول عن أمن المجتمع، عن السلم المجتمعي، عن حماية المؤسسات وخصوصا السفارات والقنصليات والمصالح الأجنبية. نحن نعلم أن لا يحق كما ذكرت لأي جهة سياسية أن تتحكم بالمشهد الأمني والمشهد السياسي والمشهد الاقتصادي في العراق، إنما يجب أن تكون الدولة هي المسؤولة، مؤسسات الدولة، الأجهزة الأمنية والوزارات وجميع الدوائر الحاكمة هي التي تتساءل غدا إذا حدثت انتكاسة لا سمح الله وانعطافة في أي جانب من جوانب الحياة، وتحديدا الوضع الأمني والوضع الاقتصادي. الشعب سيخرج في مظاهرات وسيلجأ إلى الدستور العراقي، لا يحق للشعب أن يخرج بمظاهرات سلمية لتغيير الحكومة أو لإسقاطها كما حدث مع حكومة عادل عبد المهدي. لا يمكن لفصيل مسلح أن يتخذ موقف أكثر راديكالية من الموقف الحكومي، الموقف الشعبي، الموقف الوطني. نعم هذه هناك فصائل، وهناك التلميح إلى أنه توجد فصائل راديكالية متطرفة تحاول أن تؤثر على المشهد في الداخل العراقي، ولكن هنا الدستور يجيز للحكومة العراقية أن تستعمل القانون، قوة القانون وليس قانون القوة، قوة القانون في فرض إرادة الدولة وسيادتها. وهذا ما كان من أولويات مطالب الشعب العراقي في انتفاضته في أكتوبر 2019 عندما طالب بحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على هذه الانتهاكات وبالتالي فرض هيمنة وسيادة الدولة. أكرر أنه لا يحق لأي جهة خارج الدولة، أي قوى لا دولة، أن تفرض أجندتها وسياستها سواء على الحكومة العراقية أو على الشعب العراقي. طيب أستاذ معن، يعني في هذا الإطار كما قلت القوى الوطنية والشعبية أكدت دعم الحكومة على إعلاء طبعا مصلحة العراق بعيدا عن الضغوط المسلحة أو الحزبية أو حتى الأجندات الخارجية، ولكن على أرض الواقع هل هناك خشية من تنفيذ الاتفاقيات، ربما خشية لنقول لطيش بعض الجهات؟ لا، الاتفاقية معلنة سيدتي وواضحة المعالم. هناك نحن الحكومة العراقية، الشعب العراقي، الدستور العراقي أيضا هو يؤكد على أن يكون مصلحة الوطن، أن تكون مصلحة الوطن هي الأولوية. نحن لا نريد أن نخلق عداوة أو تخرج أمريكا بطريقة كما يريدها البعض مهانة وتنعكس على الواقع العراقي، تتحول إلى خصم. يعني يجب أن نحافظ على الحد المقبول من العلاقات، خصوصا نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر دول العالم على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي وإلى آخره. فيجب أن نحافظ على علاقات ودية تديم ليس فقط الجانب العسكري فقط، هناك علاقات اقتصادية دبلوماسية في مجال الصحة، التربية، الثقافة، البيئة، هذه كلها تصب في مصلحة العراق وتخلق حالة من التطور للواقع العراقي. أما أي حقيقة خلل في العلاقة كما يريد البعض، يعني أن تخرج أمريكا بالطريقة التي يرتؤونها، هذه تشكل انتكاسة إلى الواقع. الآن العراق يمثل بيئة طاردة للاستثمار، الآن الوضع الأمني والوضع المرتبك يمثل بيئة طاردة للاستثمار، وهذا ينعكس على حياة المواطن. فما بالك إذا تعقد المشهد أكثر وخلقت حالة من
إشكالية ما بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية، عليه يجب الحفاظ هنا على المصالح المشتركة. نحن يجب أن نحسب مصلحة العراق، المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب في علاقاتنا، وليس لمزاجات أو حتى تأثير إقليمي أو الصراعات الإقليمية تلقي بظلالها على الداخل العراقي. إذن كل الشكر للخبير الأمني الأستاذ معن الجبوري.